مو مثل البشر. لا عمي عشقك موت، موت شلي بي، ما منه كل مهرب. انت الحلو بيك اش قد صعب وياي، وانا الحلو بي وياك ما اصعب. ملعب للجمال وحدك اللاعب، وبحسنك صرت الاهل المثل مضرب. وعيونك بيارق هوست على الناس، احنا لاسسنا الملعب واحنا نلعب بيه، وش حد اللي يطب وياك للملعب. الله حلوة فلك. يوم ها يوم الرئيس لازم يكون كبير بالعمر ومدعبل وما ينشف. اي يوم لازم الرئيس يكون مليان حتى تبين هيبته. مليان اي طبعا. يوم وحتى الرئيس يكون مليان لازم شنو نعبيه؟ شوف فلوكي هذا خوش سؤال. شوف لازم تعبي له شوية نزاهة، اي وشوية حنية، اي وشوية غيرة، اي بس هواية وطنية. هواية وطنية. يوم اشو من كل هذول شوية شوية بس الوطنية هواية. ليش؟ ايه ذكرتني بهاني، بس كان يسمع النشيد الوطني يفز من مكانه ويقول من هجم بيتك يا رنين. ايه عرفته هذا هاني ابويا كل الاحاسيس الكيميائية مالته ما تشتغل الا يوم الخميس، ما اعرف شنو الموضوع. زين هاي رنين منو؟ يوم هاي اني ابوك كان يدلعني ويصيحني رنين. يعني وحدة اسمها انصاف وزوجها يدلعها يصيحها رنين، هاي شي يسموها بالله؟ دقيقة. يوم وليش كان يفز من كان يسمع النشيد الوطني؟ يوم يعني النشيد الوطني لو سواه قول ليش؟ ليش؟ يغير الايام السوداء. يوم يعني شنو ايام سوداء؟ يوم هو النشيد الوطني يعزفوا يا اما بالحرب يا بالثورة يا بيوم الانقلاب. يوم ابويا ليش ما صار رئيس؟ من طاح الله حظك وحظ ابوك يقول لي ليش ما صار رئيس؟ هو الخميس ما يشتغل ما بتريد ليصير رئيس. ايش ما ادريني ليش ما ترستي شويه منا وشويه منا، كان ممكن صار رئيس ليش لا؟ اي مو ترسته وعبيته. اي ليش ما صار رئيس؟ اهو شو اقول، كان غير اكو خلل وقله بالكميه والنوعيه. اوف. ايه هسه وحده اسمها انصاف زوجها يدلعها ويصيحها رنين، وهي تدلع زوجها وتصيحها هاني. إيه يعني شو تريد تعبي مثلا؟ شو تريد مكان الوطنيه شنو؟ ممكن تعبي له مثلا بنزين. اسف تهمت، هسه عرفت ليش انفجر ومات خطيه، كانت معبيته بنزين. من ام داية على هيك خلفه؟ لا والله على هيك خلفه ما ينترس بنزين، ينترس ويتعبى ثولان.